إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من هنا من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من محيط مركب محمد الخامس. إذن بعد نهاية اللقاء، لقاء اللي انتهى بإصابة لصفر لفائدة فريق الوداد البيضاوي ضد فريق الترجي الريالي التونسي في إطار ذهاب نصف نهائي السوبر الإفريقي، لأول مرة هذه المسابقة على المستوى القاري، يعني أول مشاركة لأول فريق يمثل المغرب هو فريق الوداد البيضاوي. قلت هذه هي أجواء، بعد نهاية اللقاء، كان قبل ساعة أو ساعتين من الآن كانت كل الجنبات مملوءة عن آخرها، ولا مكان شاغر، آلاف الجماهير فريق الوداد البيضاوي لحجات المركب الرياضي محمد الخامس، وكذلك لنكون حاليا في جولة خلال نهاية اللقاء وخروج كل الجماهير إلى المنازل، لأن هذه هي الأجواء هنا أمام المركب الرياضي محمد الخامس والمحيط المجاور للمركب الرياضي محمد الخامس. لأن بعد ليلة عصيبة، ليلة رعب، عاشت ماشي فقط جماهير فريق الترجي الرياضي التونسي ولكن كذلك حتى الجماهير الودادية، الهتاف والتشجيع طيلة 90 دقيقة الأصلية وكذلك الوقت الضائع إلى نهاية المقابلة. لأن أجواء كانت حماسية، جماهير الودادية بينات على العلو ديال الكعب ديالها دائما في التشجيع. الحمد لله ان الامور مرت بسلام، تواجد امني مكثف، للتحيه لولايه امن الدار البيضاء الكبرى اللي وفرت العديد من رجال الامن، وكذلك تحيه للقوات المساعده اللي حتى هي كذلك اللي وفرت عناصر ديالها، حتى السلطات المحليه. إذن الكل قام بالدور ديالو من اجل انجاح هذا اللقاء والخروج به الى بر الامان، والحمد لله هذا الشيء اللي كان، فالامور خرجت لبر الامان الحمد لله، ما كاين حتى شي خسائر. مثل هذه المقابلات اكيد دائما كيكون الخوف، كل خوف على هذا المحيط ديال المركب الرياضي محمد الخامس، لهذا فالمسؤولين اكيد كاينه رؤيه على نقل كل لقاءات ديال الانديه البيضاويه خصوصا فريق الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي الى خارج او الى محيط مدينه الدار البيضاء او الاحرى بمنطقة بن سليمان، يعني هذه المعلومة المتوفرة. إذن كما قلت خوفا من الخسائر اللي كتعقب دائما المقابلات الكبرى، المقابلات اللي كتكون حماسية، المقابلات اللي كتكون على صفيح ساخن، كيفما المقابلة اللي تجرات قبل ساعتين من الآن أو أقل من ذلك، وهي لقاء ديال فريق الوداد البيضاوي ضد فريق الترجي الريادي التونسي. إذن مرة أخرى نقول هنيئا لفريق الوداد البيضاوي بهذا الفوز، رغم أنه فوز ملغوم بطبيعة الحال، إصابة للصفر يعني غير مطمئنة، لكن فريق الوداد البيضاوي عودنا دائما، واللاعبين بالأخص عودوا الجماهير على صنع الملاحم خارج الميدان، خصوصا بمصر وتونس والجزائر وكذلك الأدغال الإفريقية. لأن هذه الأجواء
كما قلت حاولنا أننا نحطكم في الصورة ديال الحياة ديال الدورية لمحمد الخامس بعد ليلة لن ينساها لا الجمهور الودادي ولا جماهير الترجي الرياضي التونسي. إذن دائما نقول الحمد لله على مرور الأمور بهذا الكيفية. إذن فريق الوداد البيضاوي ينتظره شوط ثاني بتونس بملعب رادس معقل فريق الترجي الرياضي التونسي. لأن أكيد المهمة لن تكون سهلة ولكن ليست مستحيلة أمام عناصر فريق الوداد البيضاوي. إذن إصابة لصفر اليوم أكيد كنا نتمنى أن يكون أو تكون النتيجة أفضل، لكن أكيد الفرق الكبرى لن تنهزم بحصص كبيرة. ودليل فريق الأهلي المصري اليوم بصعوبة بالغة انهزم أمام ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي بإصابة لصفر نفس النتيجة. كذلك إذن إلى هنا سنأتي على نهاية البث المباشر. أتمنى لكم بقية الليلة سعيدة ومتمنيتنا بالتوفيق لفريق الوداد البيضاوي. إلى اللقاء.